السلام عليكم، كيدايرين لاباس؟ كيدايرين مع الصحة لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم غندير لكم واحد الوصفة تاعي هي ديال بريوش، كتعجب الوليدات بالشكلاط، كتعجب الوليدات وتقدروا دوها معاهم المدرسة ولا هكا يديوها معاهم في شي رحلة ولا هكا. المهم كتجي بنينة. أنا خصيصا بغيت نديرها لبنتي حيت هبطا عندها رحلة وبغيت نديرها ليها ديال معاها هاد الرحلة. غنبداو بالمقادير، نبداو بسم الله. عندنا 500 غرام ديال فرينة ديال الفورس، عندنا 100 غرام ديال سنيدة، جوج ملعقات ديال الكاكاو هبرة، الشوكولاط هبرة، هذا الشوكولاط حبوب اللي تزين. وعندنا 250 غرام ديال الجبن، راه موجود في المغرب، ما كنظن راه رخيص في المغرب، هذا موجود. عندنا قبيصة الملح، خميرة الحلوة ديال انا عندي باكيت خميرة هنا ديال 15 غرام. عندنا فاني، شويه قبيصه ديال الفاني، اللي عنده فاني سكر ولا اي، مهم فاني وصافي كيف ما كان النوع ديال الفاني. 100 مللتر ديال الحليب، 100 مللتر ديال الزيت، وهذا السكر كلاصي اللي تزين، وقبيصه الملح انا قلتها. نبداو على بركه الله، كناخذوا واحد السوبيره هكا ولا عجان ولا اي حاجه هكايا، تقدروا تعجنوها باي بيديكم ولا في الماكينه اللي كاين. كنبداو بسم الله بالزيت، والحليب والجبن، نخلطوها هادي حتى مزيان. هكايا وكنزيدو سنيدة، كنزيدو قبيصه ديال الروح ديال انا عندي هذه فاني ديال الغبره، كل واحد يدير الفاني اللي واجد عنده في الدار. كنخلطو شي مزيان، كنبقاو نديرو هنا جوج ملعقتين كبار، جوج ملعقة كبار ديال الشكلاط غبرة، غادي نغربو الشكلاط غبرة. كناخدو قبيصة الملح نديروها في الخميرة، غير قبيصة، كناخدو حتى الخميرة تاهي نديروها في الدقيق، تاهي داكي الخميرة، نخلطو بشوية الخميرة. كتخلط لينا الخليط لينا الشكلاط هذا، غنبقاو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. نزيدو بشويه
ندير يدين سمر يدين حقاش العجينة بدات كتقصح. كنبقى نزيد الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. نصغروه نديرو شويه هنا ديال الشكلاط. اللي عنده هاد الشكلاط يديرو، اللي عنده شكلاط اي نوع ديال الشكلاط يديرو. ماشي هذا اللي موجود عندي انايا. نصبوها مزيان، نصبوها مزيان على بياتهم باش يلصقو. صافي كنديرو كنخططو بشويه بشويه هكا هكا. نديرو في الطاولة، نديرو العجينة أخرى نص طاولة. نكملو هادشي لي بقى عندي، بعد ما كملت
كلشي كملته، غندخلوها الفران طيب على خاطرها، ندخلوها الفران طيب. ومن بعد غادي نزوقوها بالسكر كلاصي، نرشوا ليها السكر كلاصي ماشي بزاف، على شويه اللي بقى شويه فيها السكر. هي باش تاخذ الشكل، نزيد السكر صافون. قدموها هكا كتجي شي شرطيطة. بعد ما خرجنا من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنزوقوها بالسكر كلاصي من الفوق بحال هكا باش تعطينا هذا الشكل هكا، وكنتمنىها تعجبكم ونوريكم من الداخل كيفاش كتجي. كتجي زوينه من الداخل، شفتوا بحال هكا كتجي زوينه بلينا. كنتمنىها تعجبكم وتجربوها ودعموني في القناه ديالي، وما تنساوش ديروا لي الابوني واللايك، وكنتمنى انكم تدعموني. والسلام عليكم.